أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على العرب اللندنية كورونا يبرز ملامح مقاربات خليجية جديدة لملف العمال الأجانب. القدس العربي مقتل 3 عناصر موالين لإيران بقصف إسرائيلي على القنيطرة جنوبية سوريا. على الشرق الأوسط عقار لعلاج التهاب المفاصل ينقذ حالات كوفيد-19 الخطيرة. ألترا عراق جدل وسخرية، سلفة الزواج الثاني تثير سخط سياسيات عراقية. العربي الجديد إنزال جوي وقصف للتحالف الدولي في كركوك لملاحقة بقايا تنظيم داعش. على المدى عوائل شهداء تشرين تحرك الاحتجاجات، حاكموا عبد المهدي وارفعوا الضمانات عن حكومة القناصي. CIA تتهم روسيا وإيران بالتدخل في انتخابات أمريكا المقبلة. تفشي السلاح بين العشائر محور مقال الكاتب رعد عطيف، جاء فيه إن خيانة السلطة التشريعية تتجلى بأوضح صورها حينما نجد هذا السكوت المطبق على تفتت الدولة وتقاسمها بين الهويات الفرعية بمساعدة البرلمان نفسه، ويبدو من السلوك السائد لدى هذه النخب هو احتقارهم لمفهوم الدولة وسحق أي محاولة للحد من هذه الظاهرة المتفشية في الثقافة العراقية. نطالع. لهذه العبارة وقع عظيم في أدبيات العشائر العراقية بشكل عام والجنوبية بشكل خاص، إنها تحمل في طياتها بعداً حقوقياً يعمل بموازاة القانون المدني للدولة، لا بل له محاكمه الخاصة وأصوله المعمول بها وقضاته الخاصون، إلا أنه قانون لم تستمده العشيرة من الأكاديميات ولا يحمل إمضاء رسميا من المؤسسة القانونية، لكن يمكن القول إنه من ضمن الأشياء المسكوت عنها. فمن هذه الناحية تعمل الدولة بمبدأ الحريات حتى وإن كان يفضي إلى كيان موازن مقابل مؤسسات الدولة. إن هذه العبارة التي تكتب على جدران البيوت المطلوبة لثأر العشيرة الأخرى، لا تجرؤ الدولة بكل مؤسساتها القانونية والأمنية أن تحدث فارقا فيها، وهي عاجزة عموماً عن توفير الحماية اللازمة للناس الذين يتعرضون لمثل هذه الخروقات القانونية المنتشرة عندنا بشكل لافت، ويضطر الشخص المعني إلى مغادرة بيته بأسرع وقت ممكن للحفاظ على سلامة عائلته، خصوصاً بعد أن يتعرض للتحذير أو ما تعرف بالدقة العشائرية، فتجاهل هذه التحذيرات عواقبه خطيرة للغاية، وإذا ما تدخلت العناصر الأمنية وإن بشكل خجول تتخذ جانب الحياد والخوف على حياتها من رد فعل العشيرة الغاضبة، وقد يتعرض بعض عناصرها للتهديد خصوصا إذا كان ينتمي لذات العشيرة المطلوبة لثأر أو يكون من ذات العشيرة المنتقمة، فالولاء للعشيرة يتفوق على كل ولاء. ويضيف الكاتب إن خطر العشيرة ومآساتها لا يختلف عن خطر الطائفة والصراع الأيديولوجي للمذاهب، بل هي أحد المكونات الرئيسة لبنية الخراب، وسيبقى العراق قبلياً بامتياز ما لم تسارع الحكومة إلى انتشال الأجيال الجديدة على قيم المدنية والتحضر كي يفرز لنا في المستقبل القادم مجتمعاً مدنياً، لا أن يكون مجتمع ألقاب عشائرية. الكاتب فارس الخطاب تناول في مقالة له جرائم ميليشيات الحشد ومسؤولية الحكومة عن حل تلك الميليشيات بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد في غارة أمريكية مطلع العام الحالي، ثم فتوى المرجع الديني كاظم الحائري بالجهاد ضد القوات الأمريكية والأجنبية الموجودة في العراق، وإعلان عدد من سياسي الميليشيات المسلحة التابعة للحشد تأييدهم الفتوى. بدأت مرحلة قصف السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية التي يوجد فيها عسكريون أمريكيون أو متقاعدون معه. ذا
ذهب ضحية مجزرة الفرحاتية في قضاء بلد في العراق في 16 من تشرين الأول الجاري 8 عراقيين، بينهم 4 فتية أصغرهم بعمر 14 عاماً أعدموا رمياً بالرصاص، فيما لم يعرف مصير 4 آخرين تم اعتقالهم من المنطقة نفسها. وبحسب تأكيد أهالي المنطقة وذوي الضحايا، فإن الجهة التي اعتقلتهم هي قوة من ميليشيات الحشد الشعبي في المنطقة. وساق الاتهام نفسه محافظ صلاح الدين عمار جبر في قوله من موقع الحادث: أصابع الاتهام تشير إلى جهة معروفة موجودة على الأرض، وبغض النظر عن الفصيل المتورط بهذه الجريمة النكراء، وأيضا من دون الخوض أو الاتكال على ما صرح به رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته المنطقة ولقائه ذوي الضحايا، لأنه كلام مكرر وغير مجد بحسب الحوادث السابقة وربما اللاحقة. إلا أن الرأي العام العراقي بات أمام عقدة أمنية وعقدية خطيرة جدا، ولا تقل عن خطورة تنظيم داعش في عموم العراق وفي مناطق محددة منه على وجه التخصيص، بما يبرر مخاوف عراقيين كثيرين من إعادة سيناريو الاحتقان الطائفي في البلاد. إن أول الإجراءات العملية للسلم المجتمعي تتمثل بإخراج ميليشيا الحشد الشعبي من المناطق التي حررت من قبضة داعش، فقد باتت ميليشيا الحشد خطاً موازياً لكل القوى العسكرية بسبب تمكنها من صناع القرار. ويضيف الخطاب: هنا بدأ صداع جديد للحكومة في العراق، وظهر جلياً للجميع عدم التزام هذه الفصائل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة في وجوب الامتناع عن كل ما يهدد هيبة الدولة أو مصالح العراق الكبرى. ثم زاد وضوح انفلات هذه الفصائل وعدم التزامها عندما أعلنت هدنة من طرف واحد عن قصف الأهداف الأمريكية انتظاراً لنتائج الانتخابات الأمريكية وتحديد موعد محدد للانسحاب من العراق. حول الدور الإيراني في تدمير العراق، يقول الكاتب محمد خلفان الصواف في مقال جاء فيه: العراق يبدو وكأنه مجرد عمق استراتيجي لإيران، لذا نجد العراق هو الساحة التي يقاتل فيها الإيرانيون أعداءهم ومنافسيهم، بل إننا نجد أن هذا النظام يكشر عن أنيابه السياسية البغيضة في وجه أي سياسي أو إنسان يعمل على أن يكون العراق دولة ذات سيادة. الجريمة التي حدثت في محافظة صلاح الدين من قبل الميليشيات الطائفية هي إنذار لحكومة الكاظمي بعدم تخطي المصالح الإيرانية في العراق، حتى ولو كان الهدف استعادة هيبة الدولة العراقية، تثبت الأحداث الميدانية الجارية خلال هذه الأيام أن النظام السياسي الإيراني مصمم على تأزيم المجتمع العراقي وربما تدميره، وذلك من خلال خلق فوضى سياسية وطائفية تقوم بالوكالة عنها الميليشيات الموالية لها، والتي تقدر حسب البيانات المتداولة بأكثر من 40 ميليشيا. هذا التصميم أو الإصرار الملفت لم يأتي دون إدراك ووعي من قيادة النظام الإيراني على مدى 4 عقود لما يعنيه وجود عراق قوي في جواره الجغرافي. ولذلك كانت حرب 2003 فرصة مواتية لإضعافه. فالحقيقة الثابتة أن الموقف الإيراني من إضعاف العراق ناتج عن تقييم موضوعي سياسي واستراتيجي من أعلى دوائر صنع القرار، ورغم أنه ممسك بأربع عواصم عربية وهي دمشق وبيروت وصنعاء، إلا أن الخناق على بغداد أكبر وأشد، بل إن طريقة إدارة الفوضى في العراق تختلف عن العواصم الأخرى، ففي حين نجد ذلك في العواصم الثلاث يتم عن طريق ميليشيات وحيدة مثل حزب الله في لبنان وسوريا والحوثي في اليمن، نجده أنه في العراق مبني على توزيع الأدوار بين الميليشيات، حيث تجد هناك من يصعد وهناك من يحاول أن يبدو إعلاميا أنه يدعو للحفاظ على العراق. ويضيف الصواف: الشعب العراقي حدد منهجه في استرجاع دولته المختطفة من خلال الثورة الوطنية التي تحتفل في 25 أكتوبر الحالي بمرور عام على قيامها،
ويبقى على الآخرين من الدول العربية استلهام الفكرة لمعرفة أسلوب تعامل النظام الإيراني مع العرب عندما يقررون الانفكاك عن إيران أو الابتعاد عن سيطرتها. إصرار إيران على تأزيم الوضع في العراق دليل لما يحمله هذا النظام من نوايا ضد الدول العربية، فهي لا تخرج عن أن تكون أوراقا سياسية للتفاوض مع الآخرين. وحول التقلبات السياسية الفرنسية يقول الكاتب آلماني نيلز مينكمار، يقول ذلك في مقالة جاء فيها: لقد أعمى التضامن الخيري مع المهاجرين الأنظار عن رؤية الأجندة السياسية للوعاظ وأتباعهم، وأضافت الاغتيالات أبعادا جديدة لهذا المزيج الأيديولوجي. عرض الكراهية والعنف والتشدد هو ما يعمق الكراهية. حاول إيمانويل ماكرون في خطابه يوم الجمعة 4 من أيلول عام 2020 بمناسبة الذكرى 150 لميلاد الجمهورية الفرنسية كسب قلوب وعقول مواطنيه، وتحدث الرئيس الفرنسي وقال إن الجمهورية غير جاهزة للتجزئة، وهو شعار فرنسي قديم يمنح الأمل والتشجيع. كما هو الشائع في الخطاب السياسي الفرنسي، تثير هذه الجملة مشكلة لأنها تصف معياراً معيناً، وهو يجب أن تكون الجمهورية غير قابلة للتجزئة ولها حقوق وواجبات متساوية للجميع، في حين يجب بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف. وليس من الصحيح التعبير بهذه الجملة كما لو كانت تصف الوضع الراهن. هنا تتكشف الفجوة بين ما تطمح إليه فرنسا بشغف وما يتم مشاهدته راهناً على أرض الواقع، لأن المجتمع الفرنسي اليوم أكثر انقساماً من أي وقت مضى في مواجهته لما تعرف بالإسلامية وعنصريته وتقييمه لماضيه الاستعماري. أصبحت فرنسا دولة غريبة بالنسبة لمواطنيها، فقد يتردد الفرنسيون في تصديق ماكرون عندما يتحدث عن الوحدة، ولكن كلما يصر ماكرون أكثر على ترديد هذه المقولة تزداد الشكوك القوية بأن فرنسا لا تعرف كيف تتغلب على مشاكلها، خاصة في جلسة محاكمة بدأت هذا الأسبوع لمحاكمة الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع المهاجمين على مجلة شارلي إيبدو، لأن المتهمين في الغالب مجرمون تافهون لا علاقة لهم بالإسلامية. ويضيف الكاتب: يرى البعض أن ماضينا الاستعمارية لم تتم مراجعته، ويرى البعض الآخر بأن تغييراً كبيراً في التركيبة السكانية يحدث، حيث يحل الأفارقة محل السكان الأصليين، سكان أوروبا القدامى. إن ما يحدث في فرنسا هو شيء بنيوي وصراع حول الحضارة والهوية. وحول الاستهداف الفرنسي المتكرر للإسلام، قال الكاتب نور الدين ثنيو في مقالة جاء فيها: حالة من العياء انتابت الحضارة الفرنسية، ولم يعد بوسعها مواجهة النوازل الجديدة، والإسلام في الحالة التي هي عليها اليوم أو هو عليها اليوم هو حافز رائع ودعوة لجمع كافة القوى القائمة، خاصة ذات الأصول الوافدة التي استقرت على التراب الفرنسي وحازت على الجنسية. فالمسلمون اليوم لديهم من الرصيد الثقافي والاجتماعي والتربوي ما يكفي لمخاطبتهم كمواطنين كاملي الحقوق والحريات. نطالع. أقوى مظاهر أزمة فرنسا مع الإسلام أنها لا تريد أن تعترف به كدين رسمي ولو بفصله عن الدولة، كما فعلت مع الكنائس عام 1905. فمن جملة الرواسب التي لا تزال تتحكم في منطق الدولة الفرنسية أن الإسلام والمسلمين حالة عارضة وطارئة على الدولة والمجتمع الفرنسي، فهو لا يدخل في تعريف الهوية الفرنسية، لا بل يجب ألا يندرج في الثقافة الفرنسية الحديثة والمعاصرة. والأزمة على هذا النوع توضح من جملة ما توضح أن مسألة الإسلام والمسلمين في فرنسا هي أزمة فرنسا مع جزء منها لا تريد أن تعترف به رسمياً، والأزمة حقيقية وليست مجازاً،
لأن المؤسسات الفرنسية اليوم ليست مرشحة كما ينبغي لمواجهة الإسلام والتكفل به على كافة الأصعدة التي تسمح بها الظاهرة الدينية. فعلى عكس ما يتصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإسلام ليس في أزمة، بل كل الأزمة موجودة في الدولة الفرنسية التي لم تحسن لحد الآن استيعاب المسلمين في مؤسساتها الرسمية رغم قاعدتها الاجتماعية البارزة. فعندما يطرح الرئيس الفرنسي مقولة النزعة الانفصالية الإسلامية بالمعنى الذي يشير إلى محاربة كافة المحاولات الرامية إلى بناء جيتوهات اجتماعية أو عقائدية وتنظيمات دوغمائية مشددة، إنما يشير إلى ظاهرة ليست من الدين في ذاته بقدر ما تحيل المقولة إلى تنظيمات جهادية ونزعات انكفائية لا تعبأ بالعيش مع الآخر. ويضيف الكاتب: فرنسا ليست في مواجهة الآخر على ما ينظر اليمين المتطرف أو ينظر ومعه الرئيس نفسه، بل هي في صراع غير محمود العواقب مع جزء مهم من الذات الفرنسية التي وصلت إلى كافة الهيئات التمثيلية وصار لها نصيب وافر في تحقيق التنمية العامة والتطور العام، لكن يتم اغتصاب حقهم الوجودي في قرصنة إعلامية يمينية صهيونية تخرجهم من وضعية مؤمنين إلى وضعية جهاديين إرهابيين أصوليين. على الشرق الأوسط، حول الانتخابات الأمريكية، نشر الكاتب عبد الرحمن الراشد مقالة جاء فيها: رغم أهمية الإعلام الاجتماعي في إيصال الرسائل التي لا يفعلها الإعلام التقليدي، فإن البضاعة المطلوبة تسويقها أي مرشحي الرئاسة هذه المرة هم الأكبر سناً، ولهذا يحاول حزب بايدن دفع الشباب وإقناعهم بالخروج والتصويت، ونسبة قليلة منهم عادة تفعل ذلك. نتابع. تقول آخر استطلاعات نيويورك تايمز إن حظ بايدن في الفوز 60% وترامب 41%، لكن ليس من الحكمة الاستعجال بالحديث عن الفائز في الانتخابات الأمريكية. لم يبقى سوى أقل من أسبوعين ونتائج الاستفتاءات بدأت تتغير مع مرور الوقت بعد أن كانت المسافة بعيدة بين الاثنين لصالح جو بايدن. أكثر المحللين يرون أن بايدن سيكون الحصان الفائز، لكن هل سيفوز بفارق هائل على خصمه دونالد ترامب وبالتالي إجهاض أي شكوك واعتراضات على النتيجة، أم ستكون متقاربة؟ بضعة آلاف من الأصوات تتحول إلى معركة سياسية إعلامية قانونية لعدة أشهر تالية. هذه المعركة الانتخابية تعبر عن تبدلات ديموغرافية وثقافية تتشكل في الولايات المتحدة مرت في مخاض بطيء لسنوات. صراع التيارات عبر عن نفسه بانتخاب باراك أوباما وكانت مفاجأة حينها، ثم جاء انتصار ترامب مفاجئا. حملات الانتخابات بدأت مبكرا وعكست إلى حد كبير ما يمر من حراك في الولايات المتحدة، فالدولة تعيش صراعاتها الثقافية وبلغت ذروتها في الصيف الماضي خلال المظاهرات وبعضها كانت عنيفة. الفروقات واسعة بين رؤية الناخبين، ففي استطلاع للرأي الشهر الماضي طرح سؤال: هل تتفق أن الوضع أصعب على من هو من أصل إفريقي في هذا البلد من الشخص الأبيض؟ 4% من مصوتي ترامب يتفقون مع هذا الرأي، و 74% من مصوتي بايدن مقتنعون بذلك. ويضيف الراشد: الديمقراطيون يسعون بكل ما يملكون من أموال للتأثير على جيل أعمارهم الآن ما بين 23 و 38، ولو اخترعوا فسيكون الفوز لبايدن، لكن اتضح أن الشباب مصدر تهديد أيضا. هذه الجموع التي تتعاطى السياسة رقميا أفرزت حركات اجتماعية تقلق لغتها ودعواتها المتطرفة معظم الناخبين، وهناك أخرى اعتمدت العنف وهي ضد ترامب، ورغم الحماس الذي أشعلته على السوشيال ميديا ضده، فإن 60% من استبيان الحديث سئلوا عنها فقالوا إنهم سيصوتون ضدها، لكن هذا النوع من الحراك خفت مع دنو موعد الانتخابات.
استولت مجموعة قراصنة تحمل اسم دارك سايد على ملايين الدولارات من الشركات، لكنها دشنت حملة تبرع بالأموال المسروقة لصالح مؤسسات خيرية في سابقة في العالم، ونشرت جرائم الإنترنت. المجموعة نشرت إيصالات مبالغ عملات رقمية مشفرة تعادل قيمتها 10,000 دولار كتبرع لمؤسستين خيريتين، إحداهما هي Children International، والتي أعلنت بدورها أنها لن تحتفظ بتلك الأموال بحسب تقرير أوردته شبكة BBC. وادعى البريطاني القراصنة في 13 من تشرين الأول الجاري أنهم لا يستهدفون بهجماتهم إلا شركات ذات الأرباح الوفيرة من خلال اختراق أجهزتها والحصول على فدية منها. وقال القراصنة في منشور بموقع فيسبوك: نرى أنه من العدل أن تذهب بعض الأموال التي تحصل عليها من هذه الشركات أو تحصلنا عليها من هذه الشركات إلى المؤسسات الخيرية، مضيفين أنه مهما كان مقدار الشر الذي تظنون أن أعمالنا تنطوي عليه، فإنه يسعنا أن نسهم في تغيير حياة شخص ما. اليوم أرسلنا أول دفعة من التبرعات. وقال خبير تقييم تهديدات الهجمات الإلكترونية بريت كالو: إن ما يطمح إليه القراصنة عبر هذه التبرعات ليس واضحا بشكل تام، ربما التخفف من الشعور بالذنب، ربما أرادوا الظهور بمظهر روبن هود بدلا من الظهور كشخصيات. وتابع بريت: أيا كانت دوافعهم فإنهم اتخذوا خطوة شديدة الغرابة على أي حال، فعلى حد علمي هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها عصابة تتحصل على أموال عبر مهاجمة النظم الإلكترونية على التبرع بجزء من أرباحها لمؤسسات خيرية. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام صدى الأقلام، إلى لقاء جديد في أمان الله.